صباح الخير، مالك منعكش ليه كده؟ فعليا صاحي من النوم دلوقتي. أول حاجة بعملها يعني أول ما أصحى من النوم هي الذهاب إلى المطبخ علشان خاطر إن أنا آخد معلقة العسل، وزي ما قلت قبل كده أنا ما بحبش أشرب العسل بالمعلقة ولكن باخد منه رشفة واحدة على رأي حزلقوم. ناخد رشفة واحدة من البرطمان، طبعا البرطمان ده بتاعي أنا لوحدي يعني. بس المنبهات عمالة ترن والحاجات دي عمالة ترن يعني، فباخد رشفة واحدة وبعد كده بروح على الفلتر بتاعي، فلتر الباناسونيك ده. خلاص الفلتر ده انا بستخدمه على طول، بس بفتح المية واخد، بسيبه شوية بس عشان ايه ياخد وقته، بعد كده اشرب رشفة واحدة كوباية. نشرب بقى بإيدينا اليمين كده. أوبا، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي حباية بس كده. دي أول حاجة طبعا بعملها في الصباح، مهمة جدا، تزود لك الحرق بشكل كبير جدا من أول لحظة، من أول دقيقة الحرق بتاعك كده بقى عالي خلاص اشتغل. لو أنت حتى ما بتحبش الفطار أو ما بتحبش إن أنت تفطر، فصدقني هتلاقي أول ما بتاخد معلقة العسل الموضوع بيفرق معاك، وتلاقي نفسك إن أنت عايز تروح تفطر وتاكل كل اللي نفسك فيه. بعد كده بحضر فطاري اللي هاخده معايا واروح بيه الشغل، لاني الحقيقة يعني بيبقى يومي طويل، فباخد معايا الفطار بتاعي بالسناكس اللي انا هوريه لكم بعد شوية. يلا بينا يلا بينا. هاي ايوه، انت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناة بس كده. طبعا بقى يعني ده الجبنة القريش بتاعتي انا بحبها، هاخد مثلا احطها هنا وآخد شريحة تانية لانش بوكس بتاعي كده. بقى عندي قطعتين جبنة قريش، التفاحة بتاعتي في مكانها، والخضار بتاعي بقى شوفوا يعني أنا عندي هنا الخضار قد إيه كتير يعني. طبعا الخس بقى يعني ممكن نقطع الخس حتتين يعني نقطع الخس. طبعا ده اللانش بوكس بتاعي بعد ما يبقى جاهز، وممكن بقى اخد العيش بتاعي كمان. طبعا ده خبز بلدي هو عليه ردة، ده مش ابيض، يبان ان هو ابيض لكن هو ده هتلاقيه مثلا موجود في المنصورة. انا بحبه صراحة لانه خفيف ولذيذ كده وحجمه قليل، ولكن معمول من الحب حبة الدقيق الكاملة وبالردة كمان، فده انا بستخدمه كتير يعني. نديله بس تسخينة كده في السريع زي الفرن. انا بس سخنته علشان خاطر بس يبقى سهل، يعني ايه سهل ان انا اتنيه واقدر احطه في كيس، عشان هو بيتكسر لو انا سبته ناشف. هو لو انت سبته يعني طلعته من الفريزر وسبته زي ما هو كده، عقبال ما توصل شغلك مثلا هيكون طري ويبقى حلو قوي. ده كده اهو طبعا العيش بعد ما سخنته بقى في كيس صغنطوط كده، يتحط مع الحاجات تمام في قلب اللانش بوكس عادي خالص، عشان لو انت حابب ان انت تحطه يعني مع بعضه كده، وتقفل اللانش بوكس بتاعك وتوكل على الله تروح شغلك بالسلامة. و ايه ده؟ مع الخاص احيانا بتلاقيه مسود كده من بسبب ان هو مثلا بقاله فترة في التلاجة ولا حاجة، فناخد الاخضر ونسيب التاني ده ومناخدش الورق بتاعه بقى طالما حلو كده. طبعا ده الشكل النهائي اللانش بوكس بتاعك خلاص. ده المفروض ان ده اللانش بوكس اللي انت تاخدها معاك الشغل. الناس اللي بتشتكي بتقول ان انا بقعد ساعات عمل طويلة جدا في الشغل، ده المفروض على الاقل. طبعا في الشغل طبعا انا سايب اللبن الخالي الدسم بتاعي، وسايب برضه هناك بعض الشوفان، واحيانا بجيب خضار صابح وانا ماشي طبعا زي ما انت شفته. وبس كده
انا كده واقف مستني الباص بتاع الشغل. طبعا باخد المترو من البيت لغايه المكان اللي انا فيه ده، وكمان اوبر مثلا لغايه ما اوصل المكان ده عشان اخد الباص بقى اروح الشغل ان شاء الله باذن الله. طبعا بتبقى مسافه كبيره شويه. ساعتها بحس ان انا جعان جدا، بروح الشغل بحس ان انا جعان قوي، بقعد وابتدي اطلع الاكل بتاعي واكل، ويبقى بصراحة يعني الأكل مشبع جدا، يعني الخضار مع البروتين، ولو في نشويات ساعات باخد نشويات، لو مفيش طبعا على حسب النظام بتاعك، ولكن أنا كلايف ستايل بتاعي فأنا بيبقى في مثلا نشويات يوميا في الفطار بتاعي عادي خالص. بتحس ساعتها إن الخضار بيقفلك لفترة من الوقت كبيرة، وبعد اليوم ما بيخلص يعني بعد ما بيبقى مثلا قرب اليوم ما بيخلص، او ممكن على الساعة 2 كده اخد سناكس بتاعتي، يعني ممكن يكون معايا تفاحة اكل التفاحة بتاعتي او اي ثمرة فاكهة او اي حاجة تانية. وهو ده اللي انت لازم تتعلمه، ان انت لازم تبقى عارف انت عايز ايه عشان توصل لهدفك. لازم ان انت تكون مجهز الهدف ده، مش تكون مجرد شخص يعني بس كده قاعد بيقول انا عايز اعمل دايت وعايز اتغير، لكن انت ما حطيتش هدف لنفسك، ما حطيتش بلان لنفسك، وهو ده اللي هيفرق معاك بشكل كبير جدا. حطيت بلان، حطيت خطة، ابتديت ان انت تمشي عليها، ربنا هيكرمك وهتوصل لهدفك. لكن هتمشي عشوائيا وتقول انا مش قادر اتغير، وانا مش قادر اغير من نفسي، انا بروح بقعد في الشغل ساعات طويلة وتقعد تمصمص في ايديك وقعد تعمل كده وانا مش قادر اتغير يا جماعة وانا بجوع وهكذا، ترجع البيت تلاقي نفسك عندك شراهة فظيعة جدا للأكل، وده يعني بيخليك ان انت تلخبط، بيخليك ان انت ما توصلش لهدفك. فانت لازم تعرف عندك هدف عايز توصل له، لازم ان انت تخطط لهذا الهدف. ما عندكش هدف تمام، او ما عندكش الخطة اللي توصل بيها للهدف بتاعك، هتلاقي نفسك الدنيا باظت منك، هتلاقي نفسك ان انت بتجوع، اي حد هيقعد قدامك يعرض عليك اي اكل او حاجة. تعالى فلوج. لا فلوج. فلوج. صباح الخير. صباح الفل، ازاي؟ الحمد لله تمام الحمد لله. انا ما اعرفش حضرتك طبعا، حكيت اتشغل منتشر. انا لو نفسك تخس تمام، بس انت نفسك تخس؟ انا نازل الكرش بس. نازل الكرش الخسان. انا يعني عندي خبرة في المجال ده، بخس حوالي 32 كيلو في شهر. شهر صعبه دي. لا هو انا كنت واخد قناه حربيه. بس ده دروب جامد قوي، يعني دروب جدا، انيميا بقى وحاجات كده لذيذه يعني. ماشي حبيبي، ربنا يكرمك. بس طبعا هيجي لك انيميا طبعا مع الدروب ده جدا. انت عربيتي مستنيه؟ مستنيه يعني. خلاص كيب موف ان شاء الله باذن الله. حبيبي ربنا يكرمك. سلام عليكم، اشكركم، ونروح بقى نركب ال طبعا. الخير يا عم سعيد. عز مش جاي. مين اللي مش جاي؟ عز وشادي مش جاي. طيب خلاص نتوكل على الله. يلا السلام عليكم. وها قد وصلنا بسلامة الله إلى أرض العمل لنتناول الفطار بتاعنا بقى، الفطار اللذيذ. طبعا لما بتاكل معلقة العسل بتحفز الجسم إن هو يجوع، وبالتالي ده نتيجة الحرق اللي زاد، أو الحرق بتاعك اللي اشتغل، فمعدتك تقعد تقول لك أنا عايز آكل أنا عايز آكل. فوانت من البيت لغاية العمل ايا كانت المسافة هتكون داخل العمل وانت جعان، على عكس الماضي هتلاقي ان انت مثلا ايه ما كنتش بتاخد عسل ولا تعرفه اصلا ولا شفته، فبالتالي تلاقي ان جسمك مش عايز ياكل دلوقتي، تروح ضرب واحد نسكافيه مثلا يسد لك نفسك وتبقى فرحان. طبعا ده غلط. الصح ان انت تهتم قوي بتناول الفطار. وجبة الفطار مهمة جدا. وجبة الفطار البسيطة او اللي انت شايفها بسيطة دي هي مش بسيطة ولا حاجة، دي وجبة متكاملة خلاص تحقق لك اعلى كفاءة لاداء الجسم، وكمان تخليك تعيش باسلوب صحي. طبعا انا مش بعمل كده عشان مثلا بصور النهاردة او حاجة، لا والله خالص، ده طبيعة اكلي يعني. يمكن صحابي الناحية التانية بياكلوا فول وطعمية وبطاطس مقلية ومش عارف ايه والكلام ده، لكن ده الاكل اللي بيريحني للامانه، ده الاكل اللي بيريحني وده اللي بحس فيه بمتعه حقيقيه. هل فعلا تفكيرك هيتغير وتوصل لهذه الدرجه؟ تفكيري هيتغير وهيوصل لهذه الدرجه وابعد من كده كمان. هتبقى شايف الاكل الصحي فين وتجري عليه، وتشوف الاكل الغلط فين وتبعد عنه.
طبعا الميه ما تنساش الميه طول النهار، يعني انا بخلص مثلا 4 ازايز او 5 ازايز بس وانا قاعد الصبح، خلاف اللي بشربه بعد ما اروح البيت. فحاولوا ان انتوا يعني تركزوا على الاكل الصحي، لان اكل مهم جدا، فهيفرق معاك شكلا وموضوعا في حياتك ان شاء الله باذن الله. اتمنى لكم حياه سعيده. ده كان بناء على طلبكم جزء من اليوم بتاعي وفطاري عامل ازاي علشان خاطر تكون معانا على الخط. اسعد الله صباحكم بكل خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ضيعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.